جو الامتحان والشحن الفكري والضغط الدراسي حالة الكثير من العائلات اليوم عم يتعرضوا لها مع الاستعدادات لامتحانات التعليم الأساسي والشهادتين الأساسية والثانوية، ويذهب التركيز الأهل اليوم نحو الغذاء اللي بيساهم بتقوية الذاكرة وتقوية الفكر. أكيد نور، كل بيت ما بيخلو من المونة المنزلية والخضروات الموسمية المتوفرة اليوم بين إيدينا، لكن مع هالشي ممكن نجهل القيم الغذائية المتاحة بين إيدينا واللي ممكن ساهم بدعم طلابنا بهي المرحلة. اليوم من خلال ضيفتنا اختصاصية الصحة العلاجية الدكتورة نور مانسترلي رح نقدر نتعرف أكثر على أبرز العناصر الغذائية المتاحة واللي بتساهم بتقوية الذاكرة خلال فترة الامتحان. يسعد صباحك دكتورة نور، أهلا وسهلا فيك. صباح النور سلمى. صباح النور نور. أنا دائما نور ونور بنبسط لما تكونوا موجودين. ونحن بنبسط لما تكوني موجودة معنا. خلينا نحكي يمكن الموضوع كمان بهم كثير من الأهالي، لأنه كثير من الاهالي اليوم عم يتعرضوا بالاضافه لاولادهم لضغط نفسي وفكري. في كثير من الناس بتركز على الاكل، خلينا نحكي عن القيم الغذائيه اللي ممكن انا اركز عليها خلال فتره الامتحانات. يعني احنا بنتذكر لما كنا صغار كانوا اهلنا دائما يقولوا لنا كلوا مكسرات جوز مع العسل. كل حدا بيحاول مثلا يدعمك نفسيا وجسديا بطريقه مختلفه. هلا اهم شغله انه نحن بفتره مو بس نحن فتره امتحانات وستريس وضغط وكنا بحجر وطلعنا منه، فشويه الطلاب لساتهم يعني هم متخوفين من هاي المرحله. هلا اهم شغله انه نحن ما نخوف اولادنا بهالمرحله، انه يعني من المرحله القادمه خلاص شو ما شابوا على ما تجيبوا. اكيد عم بمزح، في كثير عالم بيقولوا هيك بيزعلوني. قلت لك اكيد عم بمزح، في كثير عالم بيقولوا هيك، بس هو الصح انه لكي قد ما اكلنا وقد ما غزينا حالنا فبيبقى الدراسه هي فوق كل شيء. يعني طبعا ما فينا هذا الجانب ننسى، مو انه ناكل هدول الشغلات وما ندرس وبعدين نروح ما نعمل منيح بالفحص. اكيد ويمكن بيصير عند بعض الطلاب حجه الاكل. يعني بتذكر مثلا في حدا كان مثلا انه جوعان، ما حدا يحكي بيقضي كل النهار بالمطبخ وشوي بالدراسه. ولكن اكيد الغذاء الجسم السليم هو اللي بيعطي العقل الصحه وبيخليه يدرس. خلينا نحكي عن الاغذيه اللي موجوده ببيوتنا وبتعطينا بتقوي النشاط بتقوي الذاكره الذهنيه للدراسه. مثل ما بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم، فاكيد معدتنا وصحتنا اذا كانت بخير اكيد عقلنا حيكون سليم. اثبتت دراسات انه الدماغ مرتبط بالجسم او بياخذ من الجسم 20% من السعرات الحراريه اللي نحن بنفوتها من جسمنا. يعني الدماغ بياخذ 20% من الاغذيه اللي نحن بنتناولها، لهيك صحته مترافقه بصحه جسمنا. كمان اثبتت دراسات، قبل كل شيء خليني انوه على شغله، انه هو المي هو رقم واحد بكل شيء بالتنميه العقليه والادراكيه، بنفس الوقت هو بحفز الذاكره لحتى تصير تتذكر ادق التفاصيل، وبنفس الوقت يعني بيمنع النسيان عند الاطفال، وخصوصا اذا نحن تناولنا قبل ما نقوم باي فعل من كاسه لثلاث كاسات. اثبتت الدراسات انه نحن بزيد رده فعل او استجابه الدماغ 14%. يعني نحن مثلا هلا بدنا نقوم ندرس، اذا بنشرب قبل الدراسه من كاسه لثلاث كاسات مي فنحن استجابه دماغنا رح ترتفع 14%. تحفيز الدماغ بالاضافه لنضاره البشره. خلينا نبلش معك نور من الاشياء الموجوده فورا على الطاوله، جبتي يمكن هيك مجموعه لنحكي عنها بشكل اكبر واوسع. مثل ما قلنا عنا اول مشروب هو المي، ثاني مشروب رح اقول عنه هو كثير مهم يعني الطلاب الشهادات هلا اذا شربوه على الصبح، يلي هو كاسه مي سخنه، كمان بنعصر عليه نص ليمونه او شويه ليمونه، يعني مو شرط نص كامل، ونحط زنجبيل اخضر. الزنجبيل عنده قدره على يعني على تحفيز وتعزيز الذاكره، بنفس الوقت هو بيسهل عمليه تدفق الدم للدماغ. لهيك الزنجبيل الاخضر طبعا يفضل اكثر من البودره لانه بيكون بيفقد من قيمته الغذائيه. بنفس الوقت القرفه كمان هي بتعزز من الطاقه وبتعزز القدرات الذهنيه والادراكيه عند الطالب، لهيك بنقدر نضيفها كمان ونحلي المشروب بمعلقه عسل. هلا كلياتنا ونحن وصغار اهالينا بيقولوا انه قبل الفحص كل مثلا زيت
وزعتر، كول بيضة، هدول المقولات هي صحيحة، لأنه أول شيء زيت الزيتون هو بيحتوي على الأوميغا 3، يعني هو أول شيء دهون جيدة. الطالب حسراً اللي ما بده يكسب وزن ولا يعني ويحافظ على المقدرات العقلية عنده والذهنية خصوصاً بفترة الفحص، لازم يتناول من معلقتين لثلاث معالق من زيت الزيتون، طبعاً بطريقة فريش، يعني تنضاف على اللبنة، تنضاف على مثلاً زيت وزعتر، تنضاف على السلطات. بهي الطريقة نحن عم نحصل عليه بقيمته الغذائية الكاملة بدون ما نعرضه مثلاً ما بنقدر نحصل عليه من الطبخ، لأنه بالطبخ إذا تعرض للحرارة ممكن يفقد من قيمته الغذائية ويتأكسد، وإذا تأكسد هاي المواد ممكن تعملنا تلف أو خلل بخلايا الدماغ. هلا الشيء الثاني اللي لازم بدي احكي عنه الجوز. الجوز مثل ما يعني شايفين انه هو شكله اصلا مثل شكل الدماغ، لهيك مربوطه انه الجوز بدماغنا، فهو بيحتوي كمان على دهون عاليه جدا ولكن دهون جيده واللي هي اوميجا 3. هذا الاوميجا 3 وخصوصا نوع الدي اتش اي، في عده انواع للاوميجا 3. الدي اتش اي هو مفيد جدا لتنميه الذاكره، مفيد جدا، بيعطينا طاقه، وبنفس الوقت هو مهم كمان للسيدات الحوامل والمرضعات. يعني نحن عم نحصل على مجموعه فوائد بهالحبه الصغيره. طيب طبعا هلا ليكي يا سلمى، انا هيدا اخضر، هو انا ماني يعني هو مانو محمص، تمام، انا مفرسته وهو مانو محمص، فهو بيكون قيمته الغذائيه فيه افضل دائما. المكسرات ني افضل منك، تمام، حتى اللوز يعني مثلا اللوز جيتي على الو ترى الحس اللوز هيدا نحن كمان هو اخضر كمان، نحن يعني انه مفرزينه بالبيت. اللوز اللي نحن لما بنكون اخضر وبنفرزه كمان بيحافظ على قيمته الغذائيه اكثر من لما نحن بنتناوله مدخن ولا مكسرات. المكسرات المالحه اصلا كثير بتعطش الطالب، بحب السوائل 100% بتعمل صداع عند الطالب. نحن لحتى نتفادى الصداع ونتفادى انه يا ماما راسي عم وجعني ما جع بالي ادرس، ونتفادى قصه انه عم ننسى وما عم نتذكر، كمان بدنا نلجأ لشغلة تانية هي الكافيين، بس مو شرط انه نحن نشرب قهوة. يعني انا ساوت معي ردة فعل عكسي بالصف التاسع، قالوا لي اشربي دولة قهوة ما بتنامي للصبح بتضلي عم تدرسي. شو صار؟ بعد نص ساعة تماما كنت صابع نومي. كلياتنا لا، هي حالة الامتحان ارتباطها لو شربتي قهوة بتلاقي، ولو شربتي منبهات دائما بتنعس بس. هلا انا صار معي موقفين صراحة، بالتاسع شربت قهوة، انا من النوع ما بشرب كافيين، فصار عندي رد فعل عكسي، هو الكافيين بيصحي، انا نعسني. بالبكالوريا قلت لا ما بشرب قهوه، بدي اشرب شيء مثلا مشروب طاقه بيعطيني انه طاقه وهيك، انا شربته من هون كمان صرت بسابع نومي. فانا ما بنصح صراحه بهي المشروبات، بنصح مثل ما قلنا بالمي، كثره المي مثلا من 8 ل 12 كاسه كل يوم بفتره الامتحانات هي كثير بتفتح لنا دماغنا. المشروب الثاني هو على الريق، يكون مثل ما قلنا مي وزنجبيل وعسل وليمون. المشروب الثالث اللي هو حبه البركه، بنقدر نضيف حبة البركة، أنا خالطتها مع السمسم لأنه كمان السمسم بيحتوي على زيوت جيدة كمان بتعطي قيمة غذائية أفضل. فينا نخلط حبة البركة مع السمسم ونضيف عليه معلقة عسل، طبعا نقدر نتناولها كل يوم معلقة الصبح. البركة بنضيفها مع المشروب اليومي إذا الزنجبيل فينا والليمون؟ لا هلا حاحكي عن المشروب، عشان نقول كيف بدنا نعمل. تمام، هلا عندنا خلطتين من 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 حبة البركة. أول شيء فينا نخلطه مع السمسم مع معلقة عسل، طبعا بنقدر نتناولها كل يوم معلقة الصبح على الريق، بالإضافة إنه بنقدر نخلط حبة البركة مع اللبان، إذا بتسمعوا فيه لبان الذكر البان، هذا كمان كثير كثير له قيمة غذائية عالية خصوصا بتحفيز الذاكرة وعدم النسيان خصوصا هلا بهاي الفترة. فنحن بنضيفهم على كاسة مي سخنة، بنغطيهم، بنحط معلقة عسل معاهم، بنغطيهم، بعد ما تقريبا من نص ساعة لساعة بتتشكل طبقة هلامية على الوش، هيدا اللي بنتناولها، تكون كل القيم الغذائية طلعت على الوش، فهيدا بنتناولها كمان كثير مهمة للطاقة عند الطلاب هلا.
طيب بدي اسالك سؤال، بما انه حكيتي عن مشروب اللي هو الليمون مع المي مع الزنجبيل، هلا موجود وشائع كثير الشاي اللي فيه اللي هو شاي اخضر مع قرفه وزنجبيل، هل هذا المشروب ممكن يكون بديل لهذا النوع؟ ممكن يضيفوا عليه عصره ليمون اذا بدنا نقول، باعتبار انه الشاي الاخضر اخف شوي مضار على صحه الجسم من الشاي الاسود؟ هلا شوفي، الشاي الاخضر بيحتوي على ماده اسمها الكاتيكين، هي الماده موجوده كمان بالشوكولا دارك شوكليت، الشوكولا الغامقه، هيدي الماده كثير بتحفز المقدرات العقليه والذهنيه، يعني ممتازه. ممتازه طبعا، بس نحن اذا تناولناها بشكل طبيعي للشاي الاخضر، اما لظروف بتخيل انه بيكون اكيد قيمته الغذائيه اقل. هلا بالظروف الراهنه والممكن شوي الغلاء الاسعار، ممكن انه نلجا لهيدا الحل، يعني كاسه كاستين باليوم ممكن. تمام، شاي اخضر بنعصر عليه ليمون، اذا ما كان متواجد الزنجبيل الاخضر بنقدر بودره، يعني بيكون القيمه الغذائيه اقل، بس انه ممكن انه ناخذ قريب من الافاده نفسها. هلا بننتقل كمان لشغله، انه الفريز او كل شيء لونه احمر بيحتوي على الفيتامين سي، فيتامين سي اللي هو كمان بيعطي نشاط للطالب. كمان الفريز، هلا موسمه الفريز والتوت، هيدي حديد كمان 100%، نحن الطالب بهي الفتره بيحتاج للحديد وبيحتاج لفيتامين سي وبيحتاج كمان للاوميجا 3. مثل ما قلنا هدول الثلاث مواد، الدهون الجيده والحديد وال يعني فيتامين سي، هنا متواجدين هلا عندنا بالبردقان، عندنا بالليمون، موجود بالتوت، موجود بالفريز كفيتامين سي وبالفليفله. هلا كل شيء ورقيات خضراء بتحتوي على الحديد، بنفس الوقت الحديد متواجد بالدواجن، متواجد باللحمه، لاشخاص يلي ما بيحبوا ياكلوا لحمه او ما بيحبوا انه يتناولوا هذا النوع، او ممكن الظروف ما بتسمح لهم انه يتناولوا دائما لحمه، بيقدروا ياكلوا سبانخ، بيقدروا ياكلوا كرافس، فينا ناخذ سلق، موجود كمان الحديد بالبقوليات، بالعدس بيحتوي على نسبه كثير عاليه من الحديد، يعني بتذكر ماما كانت تسلق لنا عدس بايام الفحص، يعني احنا ناكل كل يوم مثلا هيك حفنه عدس، كمان بتساعدنا على تقويه الذاكره، لانه الحديد كمان بيساعد على التقويه الادراكيه عند الطفل، بالاضافه انه كمان البيض وبيحتوي على بروتينات، بيعطينا شعور بالشبع، يعني الطالب ممكن شوي بيلاقي حجه يروح على المطبخ وياكل، فبيعطينا شعور بالشبع، وبنفس الوقت بيحتوي على دهون جيده وبروتينات عاليه ممكن انه تفيد صحته. طيب دكتوره نور، بالختام خلينا نحكي سريعا بعض النصائح للاهالي بخصوص فعلا النظام الغذائي والقيم الغذائيه خلال فتره الامتحانات. تمام، اهم شغله انه كل يوم نطعمي اولادنا جوز، نطعمي اولادنا عدس، سبانخ، اذا هلا ما انه متوفر السبانخ بنقدر نحن ناخذ سلق، حتى الكزبره بتحتوي على الحديد على فكره. نضيف للسلطات، مع انه اغلب الاطفال والطلاب يعني الاولاد لسه بعمر صغير ما بيحبوا الفجل، نضيف الفجل والجزر ضمن السلطه، نبرشه برش ما يبين، بس هو بيعطينا كمان طاقه وبيعطينا فيتامين سي عالي. نحاول نخلط بالعصير، هذا الخلط بين عصير الجزر وعصير البرتقال حصرا للطلاب اللي هن رح يقدموا امتحانات لحتى يرفعوا نسبة فيتامين سي، لأنه هو خلط العصائر مع بعضها ممكن، لا خلط العصائر بهالحالة كمية عالية من السكريات الجيدة مفيدة للطلاب، للي بدهم يخسروا وزن أكيد لا. بدي أقول شغلة أخيرة، كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، كل شيء بكميات معتدلة هي بالنهاية المطلوب، مو نحن أنه أكلنا جوز كيلو جوز باليوم ولازم نتذكر، أكيد هي هدول الأطعمة بتساعد على تقوية الذاكرة لمراحل يعني بدها وقت طويل، مو إنه مثلا اليوم أكلنا أنا بكرة حتذكر كل شيء أكلته. يعني نصائح متعددة ودائما مفيدة. شكرا لك نور، وبنتمنى توفيق أكيد لكل طلابنا بالامتحانات. شكرا لكم، وإن شاء الله هيك موفقين كلياتهم الطلاب هلا، ويجيبوا علامات ويرفعوا رأس أهاليهم إن شاء الله يا رب.